السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. في بداية الحلقة أحب أن أتقدم بأرق التهاني للسيد رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك. عاد الله على سيادته وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية وعلى الشعب المصري بالخير واليمن والبركات. مع أن التهنئة جاءت متأخرة، لكن كل يوم بيمر علينا بخير فهو عيد ويستحق التهنئة. أعزائي المشاهدين، النهاردة حلقة مميزة جدا، ومعانا ضيفة من العيار التقيل. ضيفتي وضيفتكم النهاردة دكتورة فاتن العزازي، أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي والعميد بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية. لها العديد من المؤلفات المنشورة من كتب وأبحاث، وشاركت في العديد من المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها، وأشرفت على الجودة والتطوير بجامعة حائل. أهلا بك يا دكتورة ومنورانا. أهلا وسهلا بحضرتك كمان. هندخل في موضوع الحلقة على طول. يلا. ما بين كابوس الثانوية العامة وحلم الالتحاق بالجامعة ينحصر أمال آلاف الطلاب في الالتحاق بالجامعة، ويقف مكتب التنسيق كحجر زاوية بين الحلم والكابوس. هل يا دكتورة مكتب التنسيق هو النظام الأمثل لتوزيع الطلاب بين الجامعات المختلفة؟ خلينا نتفق على أن مفيش حاجة في الدنيا اسمها النظام الأمثل. كل شيء في الدنيا ليه إيجابيات وسلبيات، ومكتب التنسيق زيه زي كل شيء ليه إيجابياته وسلبياته. من أهم إيجابياته أنه بيحقق العدالة الاجتماعية من وجهة نظر المجتمع بالكامل، أن مفيش فيه واسطة ولا محسوبية، ونظام عادل بيدخل الدرجات ويرتبها تنازلي، وكل واحد بياخد حقه حسب درجاته اللي هو جابها لكن ده ما يمنعش ان ليه سلبيات. زي ايه سلبياته؟ زي مثلا انه تفرق نص درجة توديك من القاهرة لمحافظة اقليمية بعيدة جدا، او توديك من كلية انت بتحبها لكلية تانية، مع ان النص الدرجة دي مش هتفرق في قدراتك كتير يعني. ده بالإضافة أن كمان أنت ممكن تكون جايب درجة عالية جدا، بتحب الماس مثلا ونفسك تخش كلية الهندسة، وجايب فيها الدرجة النهائية والمواد بتاعة الهندسة جايب فيها كلها الدرجة النهائية، لكنك جايب مثلا في اللغة العربية 40 من 60 مثلا يعني، فما تخشش الكلية اللي أنت عايزها وتخش كلية ما بتحبهاش يعني. فدي سلبيات وإيجابيات، هو زيه زي وزي كل حاجة ليها إيجابياتها وليها سلبياتها، فما هوش طبعا النظام الامثل بس يعني. طيب لكنه يعني النظام القائم. الايجابيات اكتر من السلبيات، ولا السلبيات اكتر من الايجابيات، ولا متعادلين ولا هو ما فيش شك انه محتاج تطوير. يعني ما فيش شك ان احنا لو قيمناه، لا احنا محتاجين تطوير، بس بحيث التطوير ده لا يخل بايجابياته اللي الشعب المصري مستريح لها. مستريح لها اللي هي العداله، ان ما فيش وساطة ولا محسوبية وكده يعني. طيب يا دكتورة، التحاق الطلاب بالجامعات في الدول المتقدمة بيتم على اساس ايه؟ هو طبعا خلينا نتفق ان ما فيش مكتب تنسيق في الخارج. يعني في الدول المتقدمة كلها ما فيهاش مكتب تنسيق. انما هم عندهم اختبارات قبول بالجامعات. كل الدول المتقدمة عندها اختبارات قبول بالجامعات. يعني طالب خريج شهادة الثانوية العامة بيتقدم زيه زي أي حد، مش بس من البلد، من كل الدول المختلفة بيتقدموا وبيعملوا اختبارات للطلبة وبياخدوا. هم محتاجين مثلا محتاجين 500 طالب مثلا على سبيل المثال، ياخدوا أعلى 500 دول بيقبلوا والباقيين بيترفضوا، واللي ما بيقبلش في الكلية دي أو الجامعة دي ممكن يقدم بعد كده في جامعة تانية وهكذا لحد ما يجيله قبول. يعني ممكن اتنين طلاب يبقوا جايبين نفس الدرجات والاختبارات تقبل واحد؟ طبعا طبعا، لأن الكلية بتعمل اختبارات القبول في المواد المؤهلة ليها. يعني أنا مثلا كلية هندسة هعمل في الماس، هعمل في الكيمستري، هعمل في الفيزيكس، لكن مش هعمل لهم اختبار قدرات في العربي أبدا يعني. مش هعمل لهم اختبار قبول مثلا في العربي، انا هعمل في المواد اللي تهم الكليه بتاعتي. فممكن يكون طالب جايب مجموع عالي جدا بس رافعه مواد ملهاش علاقه بالكليه. الكليه بقى ليها علاقه يعني، بس بيعنيها المواد اللي هي تخليه متميز في الكليه دي بالذات، مش في اي حاجه تانية. طيب هل يمكن تطبيق مثل هذه الانظمه في مصر؟ في رأيين في النقطة دي. في رأي يقول ممكن، وفي رأي يقول لا.
خليني اقول لك وجهه نظر كل توجه ايه. الراي اللي يقول لا، خلينا في الراي لا الاول وبعدين نقول لا. لا، الراي اللي بيقول لا لان اغلب الدول المتقدمه، مش كلها، اغلبها، هم التعليم الجامعي عندهم بفلوس مش مجاني. فبالتالي هم الناس اللي بتتقدم لهم هي الناس اللي معاها الفلوس من كل الجنسيات، مش بس من الدولة بتاعتهم. يعني مثلا في فرنسا، في انجلترا، في امريكا بيتقدم واحد امريكي، واحد جنسيات اخرى بقى من كل البلدان، فشهادات مختلفة ومتعددة. هم عايزين ياخدوا اعلى الشهادات دي، فبالتالي لازم يعملوا مسطرة تمشي على الكل، لانهم ما يعرفوش يا ترى الشهادة بتاعت الدولة دي اقوى ولا بتاعت دي اقوى ولا بتاعت دي اقوى. فهم مضطرين يعملوا اختبار قبول علشان يرتبوهم ويشوفوا اقوى طلاب متقدمين مين وياخدوهم بالنسبة اللي هم عايزينها. فبالتالي التوجه ده او الاتجاه ده بيقول طب احنا نعمل ليه كده في مصر، واحنا عندنا التعليم المصري الجامعي تعليم مجاني، فما ناخد الكريمة بتاعت الطلبة اللي هم جايبين اعلى مجاميع وخلاص، ايه اللي يخليني اعمل اختبارات قبول؟ دي وجهة نظر. في وجهة نظر تانية مختلفة تقول لك لا، طب مين قال ان انا عندي نوعية واحدة من الطلبة؟ يعني مين قال ان اللي بيخشوا الكليات هم خريجي الثانوية العامة بس؟ طب ما انا عندي اي جي، وعندي امريكان، وعندي الدبلومات الفنية كلها بيخشوا، ودي بوابات خلفية من الثانوية العامة. في يعني سؤال جاي يا دكتورة. فأنا بس بشرح لك التوجه ده. فالنوعيات المختلفة دي من الطلبة، طب ما هي كمان محتاجة مسطرة. مين قال ان كلهم مؤهلين تأهيل عالي؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان احنا لما عملنا بحث في المركز القومي للبحوث التربويه والتنميه عن الاداء الاكاديمي الخريجي شهادات الثانويه العامه، اكتشفنا مثلا ان الاي جي مستواهم عالي، واعلى حاجه الثانويه العامه العربي على فكره، وبعديها الاي جي واللغات. المستوى الاخير كان الشهادات العربيه المعادله، اللي قبل الاخير الامريكان. طيب ما هو دول. طب واصحاب الدبلومات؟ الدبلومات ما كانتش داخله في البحث، ولكن بالملاحظات الشخصيه هم اغلبهم بيتعثروا في الدراسه بشكل كبير. فطيب مين قال ان دول مؤهلين؟ طب ما انا ممكن عندي طالب ثانويه عامه يكون مؤهل انه يخش كليه هندسه مثلا او كليه طب اكتر بكتير جدا من الطالب بتاع الثانوي الفني، او اكتر من طالب الامريكان. اذا النظام القبول هنا ما هوش مسطره واحده ماشيه على الكل. فالتوجه ده بيقول لا، ده انا لما اعمل اختبار قبول في الجامعه هو هيمشي لي الكل على مسطره واحده، وبالتالي مش هياخد الا الطلبه الاقوياء فقط، مش كل الطلاب. لكن التوجه ده فيه تخوف من الشعب المصري بشكل كبير. ايه وجه التخوف؟ الناس تقول لك لا، طب ما هو لو عملوا اختبار قبول في الجامعات ممكن تخش الواسطه او المحسوبيه. هنا بقى يجي ان احنا نفكر ازاي نعالج السلبيات اللي بيها نطمن الناس ان مش هيكون في ده، ان يكون اختبار موحد، انه يكون الكترونيك، ان ما يخشش فيه ايدي بشريه عشان ما يكونش فيه واسطه او محسوبيه. بس ده هياخد وقت يا دكتوره، ان ده موروث قديم، يعني موروث الواسطه والمحسوبيه. صحيح، بس موروث قديم دايما لما تخش العنصر البشري تدخل الواسطه والمحسوبيه. شيل العنصر البشري خلاص خلصت. يعني لازم تحطي مسطره وتحطي ده توجه وده توجه. يعني ده انا بعرض الاتجاهين. طيب يعني كده حضرتك مؤيده ولا معارضه لتطبيق الانظمه الخارجيه في نظام القبول في مصر؟ لا، انا مع تطوير نظام مكتب التنسيق، ولكن بما يتناسب مع مجتمعنا المصري. يعني احنا مش هناخد بره نطبقه زي ما هو، لا، احنا هناخده ونكيفه على مجتمعنا احنا. يعني فكرة ان انا اعمل اختبار قبول في الجامعات دي فكرة جيدة جدا، لانها هتغربل لي الطلبة اللي مش اقوية، اللي هم داخلين من البوابات الخلفية للجامعة. طب ليه يا دكتورة، ليه النظم المتقدمة في الدول المتقدمة دي ما تطبق، صعبة تطبيقها في مصر؟ يعني انت من وجهة نظرك شايفاها ليه؟ لا، هي مش صعبة، هي ممكن تطبقها، بس احنا بنعمل اجراءات احترازية لتخوفات الشعب المصري، لان احنا ما عندناش الثقافه دي، والناس دايما اعداء ما جهلوا. يعني ما دام حاجه جديده الناس بتتخوفها وبتهاجمها، حتى لو كانت الحاجه دي في مصلحتهم، حتى لو كانت الحاجه دي هتخلي ابنائهم ياخدوا حقهم بعداله تامه
ما فيهاش يعني احنا دلوقتي ما عندناش العداله التامه دي. يعني طالب الثانوي الدبلومات الفنيه لما بيخش بيتعثر. طب ما هو الطالب اللي جايب مثلا اقل شويه ما حصلش الكليه في الثانويه العامه العربي او اللغات، طب ما هو احق منه بالمكانه دي بدل ما ياخد السنه في سنتين. الامريكان مستواهم مش عالي برضه، الاي جي مستواهم كويس في يعني. طيب ما هو انا لو عملت مسطره تمشي على الكل انا هاخد اقوى طلبه، ما فيش حد هيتظلم. بس السؤال بقى هنا اني اعمل اجراءات احترازيه تكفل ان يكون في نزاهه تامه وشفافيه بحيث ما يكونش فيه العنصر البشري اللي الناس بتتخوف متحكم منه. اه بالظبط كده. طب وضع نظام الثانويه العامه في الوقت الحالي يعني ماشي ازاي؟ الى هذه اللحظه المجلس الاعلى للجامعات ماشي على مكتب التنسيق. هل هيكون في نظام قبول في الثانويه العامه الجديده اللي هي هتكون بعد السنه الحاليه دي؟ وارد وارد، يعني ده قرار المجلس الاعلى للجامعات اللي لسه ما صدرش، لكن الى هذه اللحظه احنا ماشيين على مكتب التنسيق. يعني لم يصدر قرار من المجلس الاعلى للجامعات بنظام قبول جديد لطلاب الثانويه العامه. لكن وارد جدا انه يكون نظام قبول، وارد ما يكونش. بس أيه. ان كان نظام قبول فاحنا لازم نفهم الناس ان نظام القبول في الجامعات ده ما هوش سيء. لكن ممكن يكون في بعض التخوفات اللي تعالج بحيث نضمن نزاهه تامه للمتقدمين. طب المقترحات، يعني المقترحات المعروضه على المجلس الاعلى للجامعات؟ لا انا مش يعني انا مش عضو في المجلس عشان اقول المقترحات المعروضه عليهم، لكن انا كمركز بحثي عملنا بحث عن نظام القبول في الجامعات واترفع لمعالي الوزير التعليم العالي بخطاب موجه ليه بشكل مباشر. فعرضنا فيه بعض المقترحات لتطوير نظام الثانويه العامه، يعني لتطوير نظام القبول في الثانويه العامه. من ضمن المقترحات مثلا لو هنخلي مكتب التنسيق فنخلي مثلا ما ناخدش المجموع الكلي، ناخد مجموع المواد المؤهله يبقى عليها نسبه مئويه مثلا، والمجموع الكلي عليه نسبه، بس المواد المؤهله للجامعه هي نسبتها الاكبر. بحيث ان لو طالب مثلا بيحب يخش هندسه وعايز يخش طب، انا اركز على مجموع الماس بتاعه، مجموع الرياضيات، ما ركزش بقى على المجموع الكلي اللي داخل فيه مثلا عربي، داخل فيه مواد ما تهمش قوي في كليه هندسه. مثلا بتاع الطب اركز له على البيولوجي مثلا، على الكيمستري، لكن ما ركزش على المواد اللي مش مهمه قوي للكليه بتاعته. يبقى دي عليها نسبه مئويه ودي عليها نسبه مئويه. ده بالاضافه ان مقترح برضو في كذا مقترح، يعني مقترح ان انا اخلي القبول مكتب التنسيق اطوره يبقى بالمواد المؤهله عليها نسبه مع المجموع الكلي، وفي مقترح تاني ان نظام القبول في الجامعات بس يكون موحد لضمان النزاهه في القبول، وفي نفس الوقت يكون الكترونيك ما فيهوش عنصر بشري علشان خاطر ما يبقاش الناس عندها قلق. تنطبق عليه الشروط بالظبط كده. طيب هل من وجهه نظر سيادتكم هل في عداله في قبول طلبه الامريكان والشهادات المعادله والدبلومات الفنيه بالجامعات سواء بسواء مع طلبه الثانويه العامه؟ هم ليهم نظام قبول خاص بيهم، هم ليهم نسبة مئوية بياخدوها في القبول وليهم تنسيق خاص بيهم هم. وده يعني حاجة خاصة بيهم، فهم ليهم نسبة وفي تدريج. بس أنا كجهة بحثية ممكن أقول ملاحظات، بس ملاحظات المجلس الأعلى للجامعات يراعيها، إن البحث العلمي أثبت إن طلبة الأجي ما بيتعثروش في الدراسة لكن الأمريكان بيتعثروا. إذا المجموع بتاع الأمريكان ده محتاج تعديل، محتاج نظرة منهم، مع إن الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير في الأمريكان أنا عارف. ولكن إحنا بنرصد واقع، وإحنا عملنا استمارة رصد بيانات مش آراء. يعني شفنا المعدل الأكاديمي للطالب في نهاية الفرقة الأولى اللي هي يدوبك لسه متخرج فيها، أثر الإعداد باين. فلقينا إن فعلا طلبة الأمريكان من أقل الطلاب في الأداء الأكاديمي، ولقينا كمان أن طلبة الشهادات العربية المعادلة من أقل الطلاب. فإحنا محتاجين إعادة نظر في الاتنين دول علشان مستواهم يكون مكافئ لطلبة الثانوية العامة العربي واللغات والآي جي. طب الدبلومات الفنية؟ الحقيقة دول ما كانوش في الشريحة اللي إحنا خدناها من البحث. يعني ليه أنتم مسقطينهم على طول ليه؟ لا مش مسقطينهم، بس يمكن يكون ليهم بحث مستقل ان شاء الله.
لكن بالملاحظات الشخصيه كده اغلبهم بيتعثروا في الكليات القمه. يعني لو مثلا ثانوي صناعي دخل هندسه هتلاقيه بياخد السنه في سنتين غالبا. فبرضه في دي ملاحظات يعني بالملاحظه الشخصيه بس، لكن هم كمان محتاجين مسطره تمشي، مسطره تمشي عليهم بحيث ان الطالب اللي يخش يكون اهل للكليه اللي داخلها. وعايزين برضو يعني متهيألي تطوير للتعليم الفني. ده أكيد، ده أكيد. التعليم الفني هو المستقبل، ومع الأسف الشديد الناس يعني مش مهتمية بيه أو بتنظر له نظرة دونية نوعا ما، لأن إحنا دايما فكرتنا اللي ما بيجيبش المجموع الثانوي العام بيخش التعليم الثانوي الفني. فالناس فكرها أن التعليم الثانوي الفني ده بتاع الناس اللي مجموعها مش عالي، لكن احنا لو علينا مجموع الثانوي العام النظره دي هتختلف على فكره. برضه هيبقى فيه نظره، لا لان هيبقى فيه طلبه متميزه مجموعها عالي وداخله ثانوي فني، وهيكون كمان مستوى الخريجين احسن. يعني مستوى الخريجين هيبقى احسن خريج الثانوي الفني، لان هو اساسا طالب شاطر، يعني مش طالب ضعيف. يعني مش ضعيف. طب عايزين نعرف تقييم حضرتك لتجربه الابحاث العلميه عشان النقل من سنه لسنه والحاجات اللي حصلت في السنه في الدراسه، ما قبل الجامعي ولا الجامعي؟ هي مطبقه في الاثنين يعني ولا في الاثنين سوا؟ لا يا دكتوره، انا على يعني طلبوا من الطلبه يعملوا ابحاث. تمام. هل الابحاث دي مفيده؟ هل ولاحظنا في الفترة الأخيرة في ناس بتروح تشتري أبحاث وتقدمها؟ خليني أقول لك إن إحنا في فترة طارئة غير اعتيادية، اللي هي جائحة كورونا. فدي بتفرض علينا اتخاذ أفضل القرارات الممكنة في ظل الظروف المتاحة. فأنت لو هتسألني عن أفضل القرارات اللي ممكن تتخذ عشان ما ضيعش سنة على أولادي، ما انا لسه كنت هسألك السؤال ده، يبقى هقول لك الابحاث على طول. اصل في بديل من اتنين، انت ما قدامكش الا خيارين، لا تضيع عليهم سنه ودي لا انت هتقبلها ولا انا هقبلها على اولادي. البديل التاني انك تدور على بديل ينجح الولاد مثلا او يخليهم ياخدوا درجاتهم بس برضو يتعلموا حاجه. فهقول لك الابحاث طبعا، فهو افضل طب هل البديل. يا دكتوره نظام الابحاث هو النظام الامثل، مش الامثل عشان حضرتك بتكرهي كلمه الامثل، النظام الـ يعني ايه افضل البدائل المطروحه؟ طبعا هو افضل البدائل المطروحه. وخليني اقول لك تجربه شخصيه عن بنتي انا شخصيا. يعني انا بنتي في الصف الثاني الاعدادي، انا بنتي عملت الابحاث واستفادت منها جدا. يعني هي قالت لي انا اكتشفت الباحث اللي جواي، وعملت سيرش على المواقع ووثقت. لا بس يا دكتوره دي يعني تعتبر من الحالات الفرديه النادره في اللي حضرتك بتحكي عليه. بس كان في متهيألي من وجهه نظر يعني البسيطه ان في اسلوب تاني كان ممكن تقييم الطلبه على اساسه السنه دي. زي بمعنى ان مثلا كان يتعمل امتحانات كل 50 60 او كل 10 15 في لجنه، الصف الثاني الاعدادي يمتحن على 3 4 ايام، مش لازم تبقى تكديس داخل اللجنه من الطلاب، ويتحط كان هيتعب شويه المختصين بالتعليم انه يحطوا ايه امتحانات بمعيار معين، الصعوبه فالسهوله فالاقل سهوله فالكلام ده كله. هيتحط مثلا 5 6 امتحانات لنفس السنه الدراسيه، والصف الدراسي يمتحن على 5 6 ايام. كان ايه المانع في كده؟ اقول لحضرتك المانع ده مش مانع واحد، ده موانع. طب ماشي. لا ايه بقى الموانع؟ اولا انت هتمتحنهم في مواد هم لسه ما درسوهاش، هتقول لي لا انا همتحن لحد نص يناير لحد ما قعدوا. اوكي. عشان تمتحن مش في اجراءات احترازيه؟ انت عارف الدوله. ما انا يا دكتوره بقول ثواني، ما انا بقول بقول ايه؟ ان اللجنه مثلا، اللجنه في الطبيعي بيبقى تاني اعدادي على مستوى الجمهوريه كلهم بيمتحنوا في يوم واحد. لا انا المدرسه فيها 1500 طالب مثلا. انت بتقول نقسمهم على ايام. نقسمهم. انا فاهم. خليني ارد عليك. ماشي اتفضل. القصه مش ان انا اقسمهم على ايام، القصه ان انا لازم اوفر اجراءات احترازيه مش في الاعداد وبس.
لا ده في الكمامات وفي الكحول وفي درجات الحرارة. انت عارف الدولة كلفت قد ايه علشان تعمل اختبار الثانوية العامة، وبالرغم من الاجراءات الرهيبة اللي هي دفعها، و33 مليار، يعني مبالغ فظيعة مدفوعة علشان تأمن دخول الطلاب للجان. بالرغم من كده الناس كلها معترضة وبتقول لك لا ازاي، انت راضي، ضميرك راضي يا معالي الوزير؟ اه طبعا راضي، ده افضل الخيارات، لكن انت عايزني بقى الدولة ادفع كل ده في كل المراحل ليه؟ السؤال ليه؟ ده هو مش سنة مفصلية علشان هتفرق طالب عن طالب ويخش بيها الجامعة ويتحدد مصيره، ده سنة نقل عادية. وبعدين انا خليني اقول لك ان الطلبه استفادوا بشكل كبير جدا من الابحاث. استفادوا ازاي من الابحاث؟ اولا حتى طلبه الجامعات استفادوا من الابحاث. احنا اكتشفنا ان ولادنا الطلاب اقصى معلوماتهم على الكمبيوتر في الجيمز، مفيش حد بيعرف يفتح ملف وورد ويكتب عليه. لا ده اتعلموا ازاي يكتبوا على وورد، وازاي ينسقوا، ازاي يعملوا سيرش، مهارات كانت مفتقده. حتى لو خلصت الجائحه دي هم اتعلموا حاجه جديده. يا دكتورة يا دكتورة، انت حضرتك بتحكي عن مصر الجديدة لا لا لا، انا ما بحكيش عن مصر. على فكرة الجديد. احنا لو نزلنا الارياف والقرى والنجوع والحاجات دي، في طلبة لغاية النهاردة يعني علاقتها بالكمبيوتر منعدمة. ده صحيح، والوزارة عارفة كده. لذلك الوزارة سمحت بتقديم الابحاث الكترونيك او ورقي للي ما عندوش كمبيوتر وما عندوش. هتقول لي طب وهيعمل سيرش ازاي؟ قالت اكتب من كتاب الوزارة، اكتب من الكتب الخارجية. يعني هم بصراحة ما خلوش حجة لاي حد، يعني ما خلوش حجة لحد. يعني انت شايفة ان سياسة الوزارة في افضل حل ممكن في الظروف الحالية هي انا شايفة طبعا انهم تصرفوا بمنتهى الحكمة. مع اختلافي مع حضرتك بس هن قول لي وجه الاختلاف يا فندم. لا يا فندم، على فكره يما يعني اجي زي ما يقولوا ميكن التعليم، ما انا دلوقتي تقريبا ميكنت التعليم. تمام ماشي. مش كله. ماشي. يبقى يما احط النظام، النظام هيستفاد منه اللي في النجوع واللي في الامريكان. تمام ماشي صح. لازم اوحد الاسلوب اللي كله هيدخل على مثلا على الكمبيوتر يعمل سيرش، يبقى كل الطلبه مؤهلين ان هم يدخلوا على الكمبيوتر عارف حضرتك. طب نستاذن حضرتك معلش في مكالمه. اوكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ شريف، اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا، منورين الحلقه طبعا، وانا سعيده جدا ان انا بشوفكم على الحلقه منورين. الله يحفظك. والدكتوره مع حضرتك دكتورة محترمة جدا وكلام جميل جدا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. كنت عايزة بس أسأل سؤال بالنسبة للتعليم الإلكتروني. أموري. التعليم الإلكتروني طبعا احنا بنواجه فيه مشاكل كتير بالنسبة للآباء والأمهات أو الطلبة نفسهم، فياريت نلاقي حل كويس إن احنا نتخطى بيه هذه المشكلة. يعني أنت مع نظام الأبحاث ولا ضده؟ يا مين معايا؟ انا ايناس من كفر الشيخ. اهلا بيك. انت مع نظام الابحاث ولا ضده؟ لا لا خالص والله. لا الابحاث كان اختبار للستات واختبار للامهات والاباء وكان حاجه فاشله جدا جدا، وانا نجحت خلاص في ثالثه اعدادي بمناسبه الابحاث. عملت ابحاث لاولادي الثلاثه فما شاء الله نجحت الحمد لله. على فكره يا خالة نوسة، هو الوزير بيختبر الاب والام، مش بيختبر الطلبه بتلعب في الشارع والاب والام هم اللي مفحومين في عمل البحث. والله لعبه ببجي يا استاذ شريف طبعا كانت شغله الولاد جدا، فانا حبيت بقى اشيل من عليهم العبء ده، فعملت لهم انا البحث وقمت بكل المجهود لوحدي، بس الحمد لله نجحت وباركولي والحمد لله. الف مبروك. طبعا هي في المشكله بتاعت المشكله الالكترونيه دي طبعا يعني برضو تعتبر نظام فاشل جدا، ونتمنى التغيير فيها يعني الى يعني حاجه كويسه ان تساعد الطلبه برضو ما نعقدهمش. وكده يعني نشوف لها حل كمان للاباء والامهات اكتر. ما احنا معانا الدكتوره فاتن عشان تشوف لنا حل. منوره جدا الدكتوره فاتن، وانا بحييها جدا على كلامها الجميل ده. الله يخليك. الف شكر. وانا مبسوطه وان انا اتواصلت معاكم في البرنامج ومن نجاح لنجاح يا استاذ
الشريف ودايما متألق ومنور الشاشه ومستنيينك من ساعتها. الله يبارك فيك. شكرا. ودايما تنورنا بصلتك الحلو. الله يحفظك. كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين. ويا رب ان شاء الله اللي جاي يكون احسن في ان كان في التعليم في المستشفيات في الحاجات اللي واقعه مننا ان احنا نقدر نصلحها وتبقى الدنيا احسن، وان شاء الله نعدي الكورونا على خير. وكل سنه وانتم طيبين ومعلش طولت عليكم. لا ولا يهمك. شكرا. نرجع تاني يا دكتور. هي بتكمل نفس السؤال اللي حضرتك سألته. ماشي. يعني حضرتك بتقول ان احنا ما ينفعش نبتدي تطوير لما نكون مجهزين كل حاجة. اي. الكلام ده امتى بقى؟ في الثانوية العامة زي ما عملنا كده. اللي هي اولى وتانية سنة. لازم توصل لكله. زي ما اتعمل. لكن في المراحل التانية. انا لو عملت تطوير. ومثلا 50% رفعوا لي الابحاث الكترونيك و50% رفعوا ورقي، انا نجحت. يا اسمعني دكتورة. اسمعني يا دكتورة. معلش. لا لا معلش انا اقطعك بقى. يعني هل حضرتك عايزه تقنعيني ان طالب في كفرة هرمز او في صفت اللبن او في احدى قرى الصعيد في المنيا دخل على الكمبيوتر وعمل سيرش وقدم بحث من دماغه عشان يتخطى بين المرحلة اللي هو فيها للمرحلة اللي بعديها؟ لا مش لازم اقنعك بده. ممكن ما يكونش دخل على الكمبيوتر، ممكن يكون كتب من كتاب لا المدرسة. لا ما كتب برضه. وانا بكلمك وانا على اقتناع ان هو ما دخلش على كتاب المدرسة. واللي شال الهم في الموضوع ده. أيوة. الاب والام. طيب هنا احنا بقى محتاجين وبالاخص الام بقى الاب ده. احنا محتاجين نغير ثقافة الاب والام، ومحتاجين نغير ثقافة الاستاذة ايناس. انها ما تعملش الابحاث لولادها، انها تسيب ولادها يعملوا. الوزير نفسه قال كده، معالي الوزير طلع وقال ان شاء الله يعملوا جزء، احنا مشينا خطوة هينجحوا، اصل دي مش سكور هيجيبوه، يعني مش درجات هيحصلوها، ده لا اما. طب نستاذن حضرتك الاستاذ ثروت من الشرقية. اوكي. استاذ ثروت. السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك ثروت نجاد من الشرقية. اهلا بيك. طبعا انا رئيس وكيل مدرسة اخبار حضرتك، اصلا كنت في الاصل مدرس رياضيات، فايه لي تعليق على موضوع الابحاث دي؟ اتفضل. اولا بالنسبه للبحث، طب حضرتك لو انا قلت لك البحث ده اللي الطالب اشترك فيه 1% ابقى انا كذاب. لا وقف وكلم حضرتك بكل صراحه. ماشي. كل الابحاث دي كلها اللي عملناها اللي عمل كل الابحاث دي كلها اولياء الامور. لو انت حضرتك رحت اي سايبر يدخل اي طالب عاوز بحث يقول له عاوز البحث في الميه ولا في السياحه ولا في البيئه ولا في الكهرباء. كل اللي الطالب يعمله بيدفع الفلوس بتاعت البحث وبياخد البحث ويروح يسلمه في المدرسه تبع حضرتك وكده يدول الطالب كده انتهى. طيب ايه الهدف من البحث؟ ان سياده الوزير اصدر للطالب عشان خاطر يجتاز الترم الثاني يقدم بحث. طب المحصله هنا صفر. ايوه. المحصله هنا صفر. طيب يبقى ايه الهدف من الابحاث اللي احنا عملناها؟ لا كان من الافضل ان الطالب يعمل البحث ماشي مفيش مشكله، يجيبه من السايبر، يجيبه من على النت، يجيبه من اي مكان مفيش اي مشاكل، بس يقدم البحث في المدرسه ويناقش البحث مع المدرس بتاع الماده. يعني في حلقه مفقوده في النص يا استاذ ثروت كده. يعني هو مع البحث ولا ضده؟ انا عايز افهم. لا هو مع البحث بس يتقدم في المدرسه. لا مش يتقدم في المدرسه بس، يتقدم في المدرسه والطالب يروح يناقش اللي كتبه في البحث. تمام. اتفضل يا استاذ ثروت. حضرتك فطبعا في الحاله دي يبقى انا فعلا هنا افدت الطالب وطبقت نظام الطالب ممكن يحتاج به بعد كده في السنوات القادمه باذن الله حضرتك، واصبح الطالب عنده. طيب وممكن البحث ده ممكن طالب زي ما كان في بنك المعرفه موجود ممكن ياخذ منه، ممكن ياخذ من كتاب المدرسي، من اي وسيله ثانيه، بس اهم شيء عشان اتاكد ان الطالب فعلا استفاد من موضوع الابحاث دي ان هو يناقش البحث مع المدرس داخل مدرسته مع في فصله. في الحاله دي بقول فعلا ان الطالب في هذه الحاله فعلا استفاد من موضوع الابحاث. لكن ايه اللي فاد حاليا دلوقتي؟ طب حضرتك لسياده الوزير اصدرها ان طالب واحد استفاد من موضوع الابحاث، لا اللي استفاد هو اولياء الامور. اللي استفاد هنا اولياء الامور، هم اللي استفادوا من موضوع الابحاث. لكن الطالب ما استفادش من موضوع الابحاث. ولا استاذ ثروت. استاذ ثروت. ايه راي حضرتك ان موضوع الابحاث ده جه سبوبه كويسه لبعض المدرسين؟ ما هو ده لا مش المدرسين، لا مش المدرسين. لا يعني مدرسين. لا مدرسين برضه.
بص يا فندم، الابحاث دي كلها انعملت كلها في السايبرات، خبر حضرتك المدرس ما دخلش فيها خالص نهائيا. المدرس كل صاحب السايبر خبر حضرتك جاب المعلومه من على النت، شغلته هو، جاب من بنك المعرفه، جاب من الكتاب المدرسي، وعمل ابحاث جاهزه عنده، بحث في الميه، بحث في السياحه، بحث في الكهرباء. طالب يدخل عاوز بحث في الميه، تقول اتفضل بحث في حضرتك اهو. طب الدكتوره فاتن هترد على حضرتك يا استاذ ثروت، خليك معايا. أنا بس عايز أقول لحضرتك يا أستاذ ثروت إن مش كل الناس زي حضرتك، ولا كل المدرسين زي حضرتك. في بعض المدرسين وبعض أولياء الأمور بيقولوا إن المدرسين بيستغلونا، ومطلوب 500 جنيه المدرس بيطلب، لا إما 500 جنيه عشان ياخد البحث أو يعملوا البحث، لا إما مش هيعدي. لذلك الوزارة عشان تريح الفئة اللي هي بتشتكي، اللي هي حضرتك مش منها يا فندم، لكن في فئة أخرى من المدرسين مستغلين. فالفئة دي الوزارة ريحتها وقالت ان تصحيح الابحاث مش هيكون مدرس المدرسة اللي بيصححها. اذا هي بتاخد اجراءات، حضرتك مع البحث اوكي، لكن حضرتك عايز البحث يكون تحت اشراف المدرس بتاع المدرسة. في بعض اولياء الامور التانيين بيقولوا لا، طب ما احنا لو حطيناه تحت اشراف هنبقى تحت درس المدرس وهيدفعنا فلوس. فهي القصة مش تحت اشراف مين، القصة البحث كويس ولا مش كويس. خليني بس عايزة كمان ارد على نقطة مهمة جدا هو طرحها. إن طب مشاكرين يا أستاذ ثروت، وحييك على المداخلة بتاع حضرتك دي. نقطة إن أولياء الأمور هم اللي عملوا، أنا موافقة تماما إن في شريحة كبيرة جدا. لا مش شريحة يا دكتورة. أيوة مش شريحة، شريحة كبيرة. أنا قلت كبيرة. ماشي كبيرة. كبيرة. ماشي. شريحة كبيرة جدا اللي عملوا الأبحاث ليها، وخليني أقول لك الشريحة الكبيرة دي في الفئات العمرية القليلة الصغيرة. الكبار نوعا ما ما كانوش هم الأولياء الأمور اللي عملوا الأبحاث، لأ هم ساعدوهم شوية صغير، لكن هم قاموا بجزء. تمام. وفي فئة حضرتك بتتكلمي على 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 شريحة بسيطة جدا من حتى لو بسيطة يا فندم اسمعني للآخر. ماشي معاك. أنا دلوقتي أنا هفترض إن أنا ولية أمر اشتريت لابني البحث ودفعت فيه 500 جنيه. ماشي. أنا معايا في المدرسة مثلا 500 طالب، لقيت مثلا ان احنا كلنا اشترينا، وفي من ال 500 او الفصل اللي فيه 50 طالب ده في اتنين عملوا الابحاث بنفسهم وهم ما دفعوش. ايوه. ولقيتهم نجحوا، هقول لنفسي ايه؟ ايه ده؟ طب انا دفعت ليه؟ ده انا دفعت كده فلوس قد كده رميتها على الفاضي، ما اللي ما دفعوش نجحوا برضو. هبتدي انا اتشجع، الناس اعداء ما جهلوا، كل حاجه في البدايه فيها مقاومه. هبتدي اتشجع ان انا اعمل بنفسي، طب ما هو عملوا بنفسهم اهو ونجحوا، طب انا ليه دفعت؟ طب ما اجرب ان انا اخلي ابني يشتغل بنفسه. طيب في ناس اتعمل لها ما اتعلمتش حاجه، شوف بقى الناس اللي عملت بنفسها تكون اتعلمت. انا معاك ان في نسبه عاليه جدا اولياء الامور عملوا لهم ابحاث. طيب معلش يا دكتوره، معانا الدكتور طارق عمران استاذ اقتصاد. اهلا يا دكتور. الو السلام عليكم. عليكم السلام. انا المفروض بقى اوطي تلفزيوني تاني شويه، في فجوه في الصوت مظبوط. اهلا وسهلا. اهلا يا دكتور. تحياتي طبعا للبرنامج المحترم ده ولحضرتك والفريق الاداب. الله يحفظك. الاستاذه الفاضله طبعا الدكتوره فاتن اللي هي غنيه عن المعرفه ودايما متالقه يعني ما شاء الله يعني. اتفضل يا دكتور. الصوت واضح ولا؟ واضح اهو، سامعينك اهو. انا بس حابب يعني لو ينفع ارجع لورا سنه في موضوع مقارنه ما بين التنسيق في مصر مثلا وفي بعض الدول المتقدمه او في الدول اللي هي الاوروبيه يعني. اتفضل. اسمح لي. حضرتك معايا دكتوره فاتن؟ معاك يا فندم. معاك. ازي حضرتك. هو حضرتك لما اتكلمتي على الموضوع ده في فروق المقارنه ما بين برامج التنسيق، انت قلتي بره طبعا ما فيش تنسيق، وطبعا حضرتك استاذتنا واكيد الكلام ده مظبوط، بس انا يعني انا حابب اضيف حاجه. معيار اللي هو العداله نتيجه زياده عدد السكان والكلام ده كله، انا من وجهه نظري المفروض بنضيف مثلا كمان معيارين، هل حضرتك تسمحي لي ان انا اضيفهم؟ اتفضل يا فندم. طبعا. اتفضل. يعني مثلا لو احنا نطبق مثلا مقياس ما عشان نتاكد من رغبه الطالب نفسه للدراسه في الكليه المعنيه اللي هو عايز يلتحق بيها. يعني مش شرط، انا عايز اقول ما بين قوسين، مش شرط في طالب جايب مجموع كبير قوي فهو مجموعه يجيب الطب او الهندسه
ككليات القمه، مين اللي هيؤكد ان هو بعد كده هيتخرج دكتور ناجح او مهندس ناجح؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، ليه ما نعملش اعتبارات ثانيه يعني ممكن نراعيها لما نيجي نحدد اعداد المقبلين في كل جامعه، زي مثلا احتياجات خطه التنميه الاقتصاديه من الخريجين في مختلف القطاعات، ونركز كمان على احتياجات المحافظات والكلام ده. يعني عايز اقول ليه دايما موضوع المجموع الكبير مرتبط بكليات معينه احنا اطلقنا عليها مصطلح كليات القمه، وده على فكره المصطلح ده عندنا في مصر بس يا دكتور افندم، عندنا في مصر بس المصطلح كليات القمه ده. دي نقطه. تاني نقطه برضو حابب اضيف حاجه بالصدفه، لان انا ابني بيدرس بره في هولندا، ابني كان في مصر هنا من كام سنه، كان خريج ثانويه عامه ادبي مش علمي، لما سافر هولندا هو معاه الجنسيه الهولنديه عموما، يعني لما سافر هولندا هو حب يدرس هندسه، فانا نفسي استغربت وقلت له لا يمكن طبعا، ولكن فوجئت ان هم عملوا له معادله، درس فيزيكس وماث يعني رياضه وفيزياء، كورس اظن قعد فيه 6 اشهر او 8 شهور، ولما نجح فيه دخل فعلا كليه الهندسه في روتردام. يعني بالرغم من ان هو ما قدرش يعني اول سمستر سقط فيه، فعرضوا عليه ان هو يخش كليه هندسه مثلا فرع ثاني تخصص ثاني زي هندسه الميكانيك. فهناك بيدوا فرص اكتر. الطالب ايه ميوله؟ دي النقطه اللي انا ايه اللي يعني عايز اعرف راي الدكتوره الفاضله الدكتوره فاتن. يعني الف شكر يا انا بس سؤال قبل ما طيب ماشي دكتوره فاتن، عايز اسالك سؤال يا دكتور. اتفضلي. ابن حضرتك يا فندم، حضرتك قلت لي سقط سمستر واحد ولا اكتر؟ ده لما كان في هولندا تقصدي ولا؟ لما التحق بهولندا. هو لما راح هولندا اول سنه حب يدخل هندسه، فدرس الماس والفيزيكس، قالوا له عشان تخش هندسه لازم تعادل، فدرس الرياضه يعني والفيزياء، وبعد كده دخلوه كليه الهندسه سبيس انجينيرنج اللي هي هندسه الفضاء في روتردام، قعد سمستر يعني نص سنه يعني 6 شهور تقريبا. 6 شهور؟ افندم سمستر سمستر. تمام. السنه كامله نص سنه. نص سنة بس يعني. طيب. هو نجح في كذا مادة بس في مادتين وقفوا معاه يعني. تمام. أنا بس عايزة خليني بقى أقول طبعا دي نقطة ميول الطالب، دي نقطة مهمة. بس خليني أقول لك إن في حاجة اسمها اختبار للميول. اختبار الميول. إحنا قلنا إن في اختبارات قبول. طب ممكن حضرتك يا دكتورة تكتبي ملاحظاتك، ناخد مكالمة عشان واحد. أوكي. ألو؟ مع حضرتك. مشاكلين يا دكتور احنا. الو مساء الخير يا استاذ شريف. اهلا يا مرحبا، ازيك؟ انا محمود عادل، كليه تربيه جامعه الفيوم. اهلا بيك. دلوقتي يا فندم انا كنت عايز بس اسال سؤال، يعني الابحاث اتطبقت لسنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه، ليه الفرق النهائيه ما اتطبقتش الابحاث؟ يعني هو احنا ضد الفيروس، هل احنا معانا علاج او معانا حصانه يعني ضد الفيروس؟ طيب دي ده الدكتور اسم حضرتك ايه؟ انا محمود جامعه الفيوم. محمود جامعه الفيوم. ماشي يا استاذ محمود، الدكتوره هتجاوبك دلوقتي. طيب خليني ارد على دكتور طارق الاول وبعدين اخش على محمود. اتفضل. بالنسبه لدكتور طارق، هو اثار نقطه مهمه جدا اللي هي ميول الطالب، ودي يعني انا في كلامي قلت ان في مقترح اللي هي اختبار القبول في الجامعات. وارد جدا ان احنا في اختبار القبول ده نحط اختبار ميول، لكن مش هنعتمد على رغبة الطالب اللي بيقولها بلسانه، لأن أحياناً الطالب ما بيكونش عارف رغباته الحقيقية. لكن اختبارات الميول بتحدد توجهاته وقدراته أفضل في إيه. يعني في طالب بيكون عنده توجهات رياضية، توجهات اجتماعية، توجهات حسب توجهه، اختبار الميول هو اللي يحدد له أنهي أنسب حاجة ليه. لأن أحياناً بعض الطلاب بيكونوا تايهين، هم مش عارفين هم عايزين إيه. فدي وارد جداً إن اختبارات الميول دي تكون من ضمن اختبارات القبول في الجامعات. ده بالنسبه للسؤال الاول. بالنسبه للاستاذ محمود اللي هو زعلان قوي علشان سنه رابعه ما اتعملهاش ابحاث، مبسوطين اهو بالابحاث مش زعلانين، بدليل ان رابعه عايزه. بس انا عايزه اقول لحضرتك يا استاذ محمود، انتوا مش موضوع ان انتوا عندكم حصانه ضد كورونا ولا حاجه، بس السنه الاخيره دي بتحدد مصير زيها زي الثانويه العامه بالظبط. يعني السنة الأخيرة دي بتحدد مين هيطلع الأول ومين هيطلع الأخير.
مين اللي هيتعين معيد ومين اللي هيتاخد هيتصنف مستقبل حضرتك بناء على السنه دي. فما اقدرش ان انا اصنف مستقبل حضرتك بناء على ابحاث، لان ده زي وفي ذلك يبقى في قصص الابحاث يا دكتور. لا لا، الابحاث اللي اقرها المجلس الاعلى للجامعات لا اما اوكي لا اما مش اوكي، لكن ما عليهاش درجات. ما أنا البديل عارف. لذلك هي اتشالت من الجي بي اي او المعدل التراكمي للطلبه. ده بالاضافه احنا متفقين ان الابحاث دي افضل خيار ممكن في الفتره الحاليه، لكن ما قلناش ان هي الوسيله المثلى لتقييم الطلاب، ما قلناش كده خالص. لكن هي افضل وسيله ممكنه حاليا في الظروف اللي احنا فيها، لكن ما هياش الوسيله المثلى. لكن وقت ما تيجي تقول لي بقى هحدد مصير، لا انا مش هظلم. انا لازم اعمل مقياس عادل زيها زي الثانويه العامه بالظبط. رابعه كليه او سنه التخرج زيها زي الثانويه العامه بالظبط، لانها بتحدد مصير الطالب. فانا ما اقدرش ان انا احدد مصير الطالب بناء على المقياس اللي انا مش شايفاه الامثل ولا حاجه، بس هو الافضل في ظل الظروف الحاليه. لكن هعمل له اجراءات احترازيه زي اللي احنا عاملينها للثانويه العامه والدوله يعني مكلفه. يعني يا دكتوره لو افترضنا ان شاء الله باذن الله الكورونا انتهت، تحبذي استمرار نظام الابحاث ولا لا؟ هتسالني عن رايي الشخصي. رأيك انا رايك الشخصي احبذ استمرار الابحاث مع الاختبار، لانها ادت مهارات ما كانتش عند الطلبه، بس ما تبقاش هي النظام الوحيد. يبقى مشروع تخرج بجانب الاختبارات، لكن ما يبقاش هو نظام التقييم الواحد، يعني مش هو لوحده يعني. طيب في نهايه حلقتنا نتقدم بالشكر للأستاذة الدكتورة فاتن العزازي اللي شرفتنا النهاردة. مرسي يا فندم، شرف لي. وأرجو أن تكون حلقة مفيدة، وما كان من توفيق فمن الله، ومن كان من خطأ سهوا فهو مني أو من الشيطان. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.